ولمزيد من التفاصيل عن الحملة الإغاثية في الموصل معنا من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. دكتور ناصر مرحبا بكم. يعني في خضم ما يمر به العراق اليوم، ما أهمية استمرار الحملات الإغاثية لأهالي الجانب الأيمن من مدينة الموصل لا سيما شريحتا الأرامل والأيتام؟ حياكم الله سيدي الكريم. سيدي الكريم بعد فترة العمل الاستثنائي الذي قدمته منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي بهيئة علماء المسلمين في تغطية التغييرات التي شهدتها المخيمات بنقل كثير من المخيمات وإخراجهم قسريا، الحكومة قد أخرجتهم من مخيماتهم قسريا وعادتهم قسريا إلى منازلهم. قدمت منظمة أم القرى هنا في هذه الأيام حملاتها بالإغاثة والدعم المالي تعاون مع قسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. في الجانب الأيمن حملة إغاثية بتوزيع الدعم المالي للعائلات الكريمة في هذه المدن المدمرة. الجانب الأيمن ما زالت يعني قراه وأحياء تشهد تدميرا، وما زالت الكثير من الجثث ما زالت تحت الحطام. الجانب الأيمن عبارة عن مدن مدمرة وأكوام من الركام، وكذلك أعداد كبيرة من الأرامل والأيتام والعائلات الفقيرة، حيث لا يوجد أي عائد مالي وأي عائد مادي يغيث العائلات الكريمة في مدن الجانب الأيمن. قدرت منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية وكذلك بالتنسيق مع هيئة علماء المسلمين الحال الذي ما زال بعد التحرير المزعوم، ما زالت بعد 5 سنوات من هذا الزعم الذي قد زعم عند كثير من القطاعات. طيب. ما زالت العائلات لا يوجد لها اي دعم مالي، لا يوجد لها مورد مالي تعيش منه. ولذلك قدمت منظمه ام القرى القسم الاغاثي في هيئه علماء المسلمين هذه الحمله بدعم الارامل والايتام والعائلات الفقيره وذوي الاحتياجات الخاصه، وتم شمول 500 مستفيد من هذه الحمله الكبيره. طيب. دكتور، من خلال مشاهداتكم يعني كيف تقيمون وضع العوائل في الجانب الايمن من مدينه الموصل، لا سيما نحن نتحدث هنا ان فصل الشتاء على الابواب؟ نعم، فصل الشتاء على الابواب والعائلات لا يوجد لها اي تغطيه، اي دعم مالي، اي دعم مادي. كذلك سيول الامطار عندما تاتي ما زالت المدن يعني تاتي اليها سيول الامطار وتشهد حاله ماساويه كبيره جدا. العائلات تحدثت الينا بانه ما زلنا نعيش، لاننا ما زلنا نعيش مع جثث الموتى، جثث الموتى ما زالت تحت الانقاض التي تجاورنا. لم تمتد ايدي الانقاذ لهذه المدن ولهذه الاحياء، ولذلك ياتي فصل الشتاء ويحمل معه المآسي الكبيره. نعم. ولذلك نحن نقدر هذه القضيه ونكثف حملاتنا الاغاثيه بالدعم المادي والمالي والغذائي والقدسي للعائلات الكريمه في الجانب الايمن. دكتور، كما تفضلتم قبل قليل المساعدات شملت ذوي الاحتياجات الخاصه في المدينه، لكن السؤال هنا هل هناك توجه من قبل منظمتكم بالتعاون مع هيئه علماء المسلمين لحملات اخرى تهتم بهذه الشريحه المهمشه فعليا؟ حقيقه يعني نحن مررنا بظرف استثنائي مرت فيه العائلات النازحه في المخيمات. نعم. تم نقل آلاف العوائل وإخراجهم قسريا من المخيمات ونقلهم إلى يعني إخراجهم إلى مناطق السكن وهم لا يملكون بيوت، كل بيوتهم مدمرة، هم يعني قد بقوا على مضض في هذه المخيمات يتحملون كل ظروف الجوع وظروف المأساوية، ولذلك عادوا إلى مناطقهم. نحن بعد هذا الظرف الاستثنائي اللي مرينا به خلال الأشهر الماضية دعمنا المخيمات، وفرنا لهم الدعم المادي والمالي والغذائي والطبي، وكذلك حتى المدارس في المخيمات. توجهنا في هذه المرحله لكي نقدم الدعم المالي ناطق الجانب الايمن، وسيشهد الجانب الايمن حملات اقتصاديه باذن الله، وكذلك الجانب الايسر ستقدم له حملات دعم اغاثي بالمال والمواد الغذائيه وكذلك
المستلزمات الطبية التي يحتاجونها. من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، شكرا جزيلا لكم.